السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم طريقتي في تحضير الفقاس. هذا الفقاس هو اقتصادي وكيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للمقادير ديالو فهي جد بسيطه. كنحتاجوا ليه 3 ديال البيضات، عندي هنايا زلافه صغيره ديال السكر سنيده ما يعادل 150 غرام، عندي 100 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال الزبيب، معلقه كبيره ديال ما زهر، معلقه كبيره ديال الفواكه معسله، عندي زلافه صغيره ديال الزيت ما يعادل 200 مليلتر، وعندي واحد الخميره ديال الكاطو. بالنسبه للطحين فانا خديت هنايا طحين فورس، كيكون حسب الخليط، يعني عندي هنايا نص كيلو تقريبا، ولكن ما كنديروش مره واحده، كنبقى كنخلط بشويه حتى كتجمع لي العجينه. الوغ كيف كتشوفوا هذه هي المقادير. دابا نفوتوا ان شاء الله لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير كناخذوا جميع المقادير وكنخلطوها مع بعضها مزيان. انا غنستعمل الماكينه. الوغ كنبدا بالبيض، كنزيد له السكر، كنزيد الزيت، كنزيد المعلقه ديال ما زهر، كنضيف الزبيب، اللوز، الفواكه المعسله. كنبدا في الاول بشويه ديال الطحين باش كتخلط لي المقادير، عاد ديك الساعه كنبقى كنضيف. كي كندور الماكينه كتبدا كتخلط لي تجمع لي المقادير، وانا كنضيف في الدقيق تدريجيا. ما كنساوش الخميره ديال الكاطو حتى هي كنضيفوها. من بعد ما كيتعجن عندي الخليط مزيان فكيكون هذا هو الشكل ديالو. كيف كتشوفوا كتجي عجينه اللي هي رطبه. بالنسبه للطحين فانا قلت نص كيلو وبقى لي منه يعني نقول واحد زوج معالق كبار اللي شيت منه. دابا كناخذوا العجين كنقسموه، كناخذوه يعني هكذا كنحربلوه طويل، صافي كنبقى كندي فيه وكنجيب هكذا بهذا الشكل هذا. يعني بالنسبه للعرض ديالو كيبقى لكم الاختيار. ما تنساوش ان فيه الخميره، يعني مازال هذه يضاعف الحجم ديالو. صافي كناخذو هكذا، كناخذ الصينيه اللي غتدخل الفران وكنحط فيها العجين، كنحط فيها العجين ديالي هكذا بهذا الشكل. صافي كنستمر هكذا بنفس العمليه حتى كنكمل كاع العجين اللي عندي. دابا كناخذ الصفر ديال البيض وكندهن به العجين ديالي من الفوق. من بعد ما دهنتهم بالصفر ديال البيض من الفوق كناخذ واحد الفرشيطه وكنبقى نعمل هكذا في خطوط. صافي من بعد ما دهنتهم وعملت خطوط هكذا بالفرشيطه، دابا غندخلهم الفران اللي ديجا راني مسخنه على درجه حراره 180 لواحد المده ديال 20 دقيقه تقريبا. هذا بالنسبه للطيبه الاولى. من بعد كنخرجوه وكنفوتوا لبقيه المراحل. من بعد ما كنخرجوا من الفران فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفوا كيعطي له هذاك اللون مذهب هكذا. كنخرجوه كنحطوا فوق واحد الزيف اللي يكون نقي وكنخليه حتى كيبرد مزيان. ضروري ما يبرد، هاد النقطه هي مهمه، خصو ضروري يبرد مزيان، يعني عطيو له الوقت انه يبرد. ممكن تخليوه ليله كامله، ممكن تخليوه على الاقل واحد 4 حتى 6 السوايع حتى كيبرد تماما. عاد ديك الساعه كنفوتوا باش نقطعوه ونفوتوا المرحله المواليه. من بعد ما كيبرد عندي الفقاس مزيان كناخذ الموس وكنبدا كنقطع فيه، يعني كنحاول نقطعو يعني هكذا عوج بهذا الشكل هذا. ويعني بالنسبه للعرض ديالو فكيبقى لكم الاختيار على حسب نتوما قداش بغيتو ديروه. صافي دابا من بعد ما كملت التقطاع ديالو كنستفو في الصينيه اللي غنرجع ندخلو للفران. كنكمل بنفس الطريقه كاع الكاطو اللي عندي، ومن ديك الساعه كنفوتو للمرحله المواليه.
من بعد ما كنستفو الصينيه ديال الفران بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، دابا غندخلوا الفران اللي ديجا راه سخون لدرجه حراره 180 لواحد المده ديال 10 دقائق ولا حتى كنشوفوهم تحمروا وكنرجعوا نخرجوهم باش نوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كيوجد الفقاس ديالنا فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو كيف كتشوفوا، كيجي هكذا محمر وكيجي لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تعجب لكم الوصفه ديالنا ديال اليوم وتجربوها. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه وزياره موقع الانترنت اللي فيه الوصفات مكتوبه. الى وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.